عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الاعلامية الجزائرية سمية سماش، وهي بتستعرض اجواء رمضانية عندها وبتقول للناس دي اجواء رمضان عندها وفي السحور، وطبعا هي بتاكل الكلب بتاعها وكان جعان جدا جدا جدا، وطبعا اول مرة بتحط يعني جزء من شقتها و رضو مع جمهورها. نسيم حدوش واش تقدر تقول لي الفان تاعك تاع لا باج اوفيسيال راديو بهجه؟ راك معنا بيان سور ستيام ايبيزود حنا هكا نقول لهم ريستي برونشي راديو بهجه وصحه رمضانكم ونموت عليكم وانتم الصح. نتمنى لها التوفيق هي وعمار يا رب العالمين ان شاء الله، ولحضراتكم جميعا يا رب العالمين وصح سحوركم وصح فطركم، وان شاء الله الدنيا كلها تكون جميله باذن الله ومشرقه لينا جميعا يا رب العالمين. ربنا يستجيب لدعواتنا كلنا يا رب في الشهر المبارك ده، اللهم امين. حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.